مرحبا بكل متابعين قناة جوب تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وفقرة جديدة كويك بار. بلشت العطلة الصيفية عند عدد كبير من اليوتيوبرز، فبلشت الأجواء الصيف والسفر تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فميمي عم بتعيش لحظات كتير حلوة بأمستردام، فنشرت هالصور من قبل يومين. أما اليوم فانتقلت على مدينة ثانية اسمها دنهاخ. أما ساندرا ساهي كانت من قبل يومين بإسبانيا وشاركت هالصور، أما اليوم فانتقلت على فنلندا وعمره مسكون، فكان قبل أسبوعين ببرلين وشارك كتير من الاستوريهات والصور على حسابه على الانستغرام. أما هالأسبوع فانتقل كمان على فنلندا. أما نارين وشيرين وسيدرا فهم متواجدين حاليا بأبوظبي وعم بيعيشوا أجواء صيفية كتير حلوة، فنارين رح ترجع تنزل فيديوهات على قناتها على اليوتيوب بكرة من بعد أسبوع من الانقطاع بسبب الفيديو كليب. عبد الله من سعودي ريبورترز حدى أخوه عبد العزيز على أنه يحصل على توقيع نانسي وحضور حفلتها، فأكيد عبد العزيز قبل التحدي وحصل على التوقيع. أما روزا فوصل عدد متابعينها على الانستغرام لمليون متابع، فنشرت هاي الصورة وكتبت شكرا كتير عن جد مبسوطة من قلبي الحمد لله. اليوم هو يوم 21 من الشهر الثالث، يعني عيد ميلاد نور ستارز، فنشرت نور هاي الصورة وكتبت 21/3 اليوم هو عيد ميلادي يا ناس. فمن بين اليوتيوبرز اللي علقوا على المنشور كانت عزة زعرور، حيث كتبت هابي بيرثداي حبيبتي، وأنس مروة كتب هابي بيرثداي نور، وبنين كتبت حياتي الحلوين عقبال الميت سنة، وعدد كبير من اليوتيوبرز مثل روزا وجودي دلاتي ومها جعفر ورانا الدلاتي ومحمود بيطار وأصالة. نشرت اليوم دانيا شافعي هالبوست على الانستغرام اللي تظهر فيه بفستان الابيض للزواج، وكتبت يقولون الزواج لازم يكون في سن معين، وانا اقول لازم يكون مع الشخص المناسب، عقبال اللي ما تزوجوا يا رب، انتوا ايش رأيكم؟ فعدد كبير من المتابعين انصدموا وما كانوا منتظرين هالشي، وعدد كبير جابوا سيرة دحومي بهاي التعليقات. شو هو رأيكم؟ هل هذا مقلب من دانيا أو حقيقة؟ شاركوا رأيكم بخانة التعليقات. عبر خالد الحسن عن رأيه تجاه برنامج ونصائح رضوى الشربيني، حيث عبر عن رأيه برفضه لمثل هيك نصائح، حيث ذكر أنه هاي النصائح ممكن تنهي العلاقة وتدمرها وما تبنيها أبدا. كلمة تمام، تمام دي الرجالة ما تبقاش فهمها قوي. هل هو تمام انت مبسوطة؟ هل هو تمام انت قفشة؟ هل هو تمام انت هتعملي ايه؟ يعني رضوى ارحمينا يرحم امك، حلي عن سمر شار شوي، شوفي لك موضوع تاني احكي فيه، لانه على المواضيع اللي انت عم تحكينا فيها كل يوم في حل او حلين. خلينا نقول الحل الاول انه بكل بساطة الناس تبطل تتزوج. الحل الثاني انه البنات يصيروا ليزبيانز والشباب يصيروا جايز. يعني هو صحيح نحن ما بنفهمكم باغلب الاحيان، لك انتم مو فاهميني على حالكم بتصيروا كمان. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر.